في قبضة رجال الأمن. وفدائين من جنسية آسيوية يقومان بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متجر لبيع ألعاب الأطفال بحي البطحاء مقرا لذلك. تم القبض. مواطن ومقيم من جنسية عربية يتورطان بحيازة وترويج مسكر، وضبط بحوزتهما 3452 قارورا مملوءة بالمادة المسكرة. تم القبض. تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص من عدة جنسيات امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة وتورطهم بارتكاب ما يقارب 100 حادثة بلغت قيمة المسروقات بها 300,000 ريال. تم القبض. تشكيل عصابي مكون من 4 مقيمين من جنسية آسيوية يقومون بالاعتداء على عاملين في أحد المستودعات وقيامهم بسرقة عدد 6 حاويات منه، وكذلك سرقة عدد من الكابلات النحاسية المغذية لأعمدة الإنارة. تم القبض. تشكيل عصابي مكون من 6 مواطنين يقومون بسرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها على محلات السكراب. تم القبض. تشكيل عصابي مكون من 12 وافدا من جنسيات آسيوية امتهنوا سرقة بطاريات أبراج الاتصالات لشركتي الاتصالات السعودية وموبايلي والقواطع والكيابل الكهربائية وسرقة اللوحات الإرشادية التابعة لوزارة النقل. تم القبض. 7 أشخاص من جنسيات آسيوية يحتجزون مقيما من جنسيتهم وقيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره إثر خلافات مالية سابقة بينهم، وطلبوا من شقيقه مبلغا ماليا لإخلاء سبيله. تم القبض. مجموعة من الأشخاص يطلقون النار بشكل عشوائي وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. تم القبض. انسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.